لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة، فأنا أحذرك من هذه البدعة النجدية. وهي ماذا يا شيخ؟ هي التي قلتها قبل السلام عليكم. وهي نسيت والله. ما أسرع ما نسيت يا أستاذ. أحدكم إذا ودع الآخر ما يقول السلام عليكم، وإنما يقول بأمان الله. أنت تقول هذه بدعة نجدية؟ أيوة. أنا الطريف أنني ألقيت الأسبوع الماضي على الإخوة موضوع عن البدعة. ما شاء الله، نفع الله بك. سيقولون طبيب يداوي الناس وهو عليل، وإذا قلت من الشيخ ناصر نبدأ عليه. لا عفوا، بس أنت ما عليك إلا أن تذكرهم بهذه البدعة النجدية أيضا. إن شاء الله، التي هي في أمان الله. الأولى أن يقول الإنسان السلام عليكم. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إن شاء الله. وهذه ينبغي إن شاء الله إذا عدت إلى بلدك الأصيل أن تشيع وتذيع هذه السنة لتقضي. كتبكم يعني إن شاء الله تكفي، وتلاميذكم في نجد يكفون إن شاء الله. الله يبارك فيك. لا، لازم تكون أنت من هؤلاء الدعاة إلى السنة. كذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن نعم، أنت ترى القصر للمسافرين هنا أو لا ترى القصر؟ لا، الذي يذهب إلى بلد ما وينوي الإقامة فيه لطلب العلم فهذا مقيم وليس مسافرا. يعني نحن مثلا، أنا الآن لي 3 سنوات مثلا، وبقي لي ما يقارب سنة ونصف. لابد أن مقيم ونفس مسافرا. هو كذلك. طيب يا شيخ، الحديث لا يمل والأسئلة كثيرة، لكن أدركتنا صلاة المغرب نحن هنا. طيب، إن شاء الله تصلون على السنة ويتقبلها الله منكم، وأنا أستودعك الله بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأزيدك فائدة جديدة. أنا وهي شكر الله لك. أن تقول ومغفرته، أن تزيد ومغفرته. أن أزيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أيوة، لتعمل بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فنحن نريد لك الأحسن. شكر الله لك يا شيخ. لكن أيضا فائدة أخرى، وهي أنك إذا ابتدأت رجلا بالسلام فلا تزيد على وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله. لعل هذه فيها شيء من الغموض. أي أنا إذا ودعتك بالسلام لا أتجاوز كلمة وبركاته، أما أنت إذا رددت علي السلام زدت ومغفرته. نعم نعم نعم، أظن وضح لك الأمر. تضيف مغفرته وتحذف بركاته، أليس كذلك؟ لا لا، أنا الآن بارك الله فيك، أنا لست قد ودعتك بالسلام. بلى. فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبتدي بالسلام ينتهي عند قوله وبركاته. نعم. أما المجيب فيزيد ومغفرته. واتضحت يا شيخ. بارك الله فيك. إذن أكرر أيوة. أكرر التنبيه هذا. إذا قلت بأمان الله فاستدرك وقل السلام عليكم. إن شاء الله إن شاء الله. فأنا أقول إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحسنت، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. مع السلامة. والسلام عليكم. لابد منا غلب الطبع التطبع. نعم، أهلا وسهلا جميعا. الله يحفظكم.